أي سيدي البرنوطي بديت الدار البيضاء غادي تمر أحداث خدعة اليوم وبالضبط في محل التصوير. كيف العادة فريق البرنامج كيهيئ المكان ويخفي الكاميرات وجميع اللوازم التقنية باش الخدعة تمر أحسن الظروف. ونجم اليوم هو الفنان هشام الوالي. هشام ممثل مغربي شاب شق طريقه في مجال التمثيل بخطوات ثابتة، حاول يتعامل مع جميع الأدوار اللي أدى بتقنية وذكاء. السلام عليكم، معكم هشام الوالي. لأول مرة غتشوفني في لباس آخر، ماشي لباس ممثل، غتشوفني كمصور. وتميز في العديد من الأعمال منها ظلال الموت إما ومسلسل ناس الحومة. صراحة أنا خايف بزاف حيت ما عرفش الناس كيفاش يستقبلوني. كنتمنى نكون ضيف خفيف عليكم. تابعوني في حلقة جديدة من حلقات وقيلة هو على ميدي أن تي في. شكرا. هشام اليوم غادي يلعب دور مصور قرا وتعلم التصوير في رومانيا ورجع للمغرب باش يفيد بلاده بالخبرة اللي جمع. وباش يوقع أكبر عدد من الضحايا، هشام غادي يعطي الراس والحق يتصرف في الصور ديالهم ويزيد فيهم شنو ما بغى. الحصول ما جاوش ناس زمان وقالوا زيادة من الراس الحمق. لا ما تقطعاش، لا تسمح لي، واش هتضربي لي مجهود ديال ساعة وانا كنضرب فيها؟ ديالش تصاوبت؟ ديال لاكارت. لاكارت؟ هي مرحبا، شبغي شي اختي؟ تصاوبت الباسبور. الباسبور؟ لا فوتو غاتديري فيها شي حاجة، تزيدي فيها شي حاجة؟ حيت الباسبور زبغيتي نزيدك شي حاجة، بغيتو على ود مي تبغي تاخدي فيزا كيعطيوك دغيا. راك مزيانة، غادخلي غاتفركسي لداخل المرايا كلشي كاين. أنا غندير لك شي إضافة من عندي حيت أنا يلاه جيت من برا وعندي هاد الأفكار هادو. وانت غتشوف ان شاء الله، حيت اللي زدت لهم الاضافات كلهم تقريبا عطاهم الفيزات. ماشي هشام الوالي؟ لا لا اختي. لا لا كنشبه عليه وصافي. واش عرفت شنو اخو هشام الوالي؟ لا لا عرفتو عرفتو، كان عندي مشيت تصور نيت معاه هنا، راه ما عقلتش من داك الصوره. لا 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 ماشي معايا. واش جاب شي شيء؟ زيدون انا كنت بالخارج شحال هذه ما دخلت المغرب، ما كنتفرجش افلام مغربيه. اللي كيدخل كيقول لي كتشبه ليه. المهم انا عرفت الكوفي ديالو. واش عرفتي؟ عرفتو ياك خو رشيد الوالي؟ لا 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 عرفتو عرفتو، غير انا طويل عليه شويه صافي. هو قصير ياك؟ بحالو. لا 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 هو قصير شويه. هذا السؤال ولا عندي عادي. انا اللي كيدخل هنا تيقول لك شبهتك شي واحد، شي كيقول لي رونالدو، شي كيقول لي كل واحد واش كيقول لي. والله ولفت هذا السؤال هذا حيت كاين بعض، سبحان الله العظيم، بعض الوجوه اللي كيكونوا قرابين كتشوف نهار الاول كترتاح ليه كتقول لي فايت شفتك، ولكن عمرك ما شفتيه، راه بالصدفه وصافي. بحالو. واخا بغيتي مارتي؟ واخا بغيتيهم؟ واش اليوم؟ اليوم عندك واحد 5 دقائق كون واجدين واخا؟ يلا خويا عيما سير. مدموزيل قلت لك غنزيدك شي حويجات. انتي نديدرات معكم السلام. وهانتي هاد الخالة هادي شتي انتي بحال ديال نجوى كرام شتيها. وهادي هي وهادي الكادو ديال لا ميزون اللي تعطيك. وربيت صاوبين ديال الباسبور. هادو ديال الباسبور هادو. عمرك شتي الباسبور فين النونوس والوالدة شنو هادشي؟ لا انتي أول مرة غاتصيبي الباسبور واقيلا. عطيني الفيزا الباسبور. اه غاتدفع. انت بغيتها حتى ديك في الدار شدي لي ما عطيني الفيزا. لا هادي خاصة بالفيزا، هادي كبلات كتدفع. كتدفع مع الفيزا وكيقراوهم خصوصاً كتبت لهم سيت تو بلي. والله إلا بصح كتبت سيت تو بلي. وأنا كنمشي سيت تو بلي بعدا. شتي الناس في أمريكا عطاهم 10 سنين. بلاد سيت تو بلي انت راه واقيلا الاقامه ميريكان خلاص. لا لا سيت والله لا بصح. لا دابا واش هي تشكات عليك؟ شتي لافونتاج اللي عندها التصويره؟ شتي تصلح حتى الفيزا. اي دوله دفعتي لها هذه اي دوله تعطيك؟ لا لا سيليكسيوني انا. مي بيان سور اختي، انا هادشي اللي كنقول لك راه هذا هو العلم. انا راه عاد شوف فين سمعتي هادشي ديال العلم؟ اختي راه كنت انا في رومانيا وانا اللي جبت هذا القرار هذا. لا شوف انت هادشي ديال الهروب تبارك الله عطاك. الحمد لله. لا تبارك الله. واش غنقول لك زعما الصراحه انت مشيتي بعيد. ما كنتيش تجي تخدم هنايا. لا انا جيت لبلادي نخدم فيها، انا بلات بلادي بغيتهم هكا يكونوا. شتي انا تبارك الله شوف انت الا بقيتي بحال هكا زعما ما نعاودش. اختي غتخلصيني دابا لان شتي الناس واقفين. ما خلصتكش. علاش ما تخلصينيش؟ ما غاديش نخلصك فيهم. حقاش ما يقبلوش ليا اختي. راه هادو هما التصاور ديال الباسبور. سولي هما الناس جالسين هنا. سولي بيني وبينك دابا صحاب داك
داك المغنيات المصريات واللبنانيات كيسحاكم ما دايرين راه كله راه ولكي وقال ولكي سلوه تخدم معاك اجي 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 كامل الكولور ديال شعري لهاد الشهرين لا وهذا نوع بيني وبين شتي هذه شتي هاد التصويره نحلف بالله هذه غير توصل داخل يدخلها من الداخل 10 سنين ما يهضرش معاها حيت تبارك الله دايره بحال شي شوف ماشي ممثله انت ما تقوليش تبارك الله صنع عندي ولكن 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 انت غتصوري شوف غتصوري بلا تصوري بلا سير انا ما عطاكش لا كار دابا غير تقول لك شوف شوف في الوقت بالسرب انا نمشي وخويا ندير لها التصويره هي بحالك اختي واه بغيتي نعاود لك التصويره غتخلص هاد التصويره اللي حيت عاد شحدتنا هاد الوقت راه ثلاثه الناس خدامين عليها وانا كنعطيهم افكار ما تشكلش عليكم لا جيتي عندي قلتي لي شوف جيتي عندي قلتي لي اخويا بغيتك تقادني تقادني هذيك التصويره هذه سميتو ماشي دابا هاد خالي دابا هادي خاله ولا بوقعه ولا شنو لا شوف دابا شوف انا كنهضر مع مولا التصويره دابا انت غير شتي كون درت انت التصويره قولي شوف هي شوف راه الحسد دريويشه ماشي دريويشه غير الحسد سمحي لي غير الحسد شوف دابا دخلت عليك بالله نعيط على اي واحد نقول له هاد التصويره هادي شوف نجوى كرام فين عندها حتى هي عندها هنا اليسا فين عندها عندها هنا داك اللي غنات مع هذا حتى هي عندها هنا شو تبارك الله كيدير على كل حال اختي انا تابعني الخدمه ها انت دوزي لاكيس ها انت تبارك الله قلتي ديال الباسبور درنا لك هذا الشيء هذا ما بغيتيش سير شوف المحل خلصيني انا في رزقي وسيري بحال هكا اختي انا عندي ما يدار راه ما واش بالك هادو ديال التخلاص ديال نخلصك فين هادو دابا شنو بغيتي واش بغيتي نبدلو واش بغيتي نبدلو واش بغيتي نبدل وحمد الله اللي جاتك راه كنقول لك راه كاين اللي كيجي سكوليت كاين اللي كتجي جمجمه كاين اللي تجي جنويه الحمد لله راه البي سي عرفك وشاف دريه زوينه وشوف شحال قادينه واش انت دايره بحال هكا تيبع عليك التصويره والله حتى تاخذي الفيزا ديال 10 سنين مجوجه ولا ما مجوجاش مجوجه ولا مجوجه لا ما مجوجاش شوف شتي هاد التصويره هادي والله العلي العظيم بنادم عرفتي الخطاب هكا الريكلام انا شوف راه تجربه عندي ما ندير بهم انا الخطابه شتي شوف شوف راه تجربه شوف سمعيني شوف راه عندي ما ندير بهم انا هادو خليهم لك صافي خليهم لا سمح لي اختي لا لا سمح لي انا على الاقل كنت فعلا تقول لي شكرا راه نص ساعه حنا خدامين معاك شحال الناس خدامين خمسة دقائق ولكن باش تطريطة ترى ربع ساعة على كل حال اختي ما نطولوش انت الله يرحم الوالدين غدوزي لاكاس غتخلصي 100 درهم وانا الثانية انا نصيبها من عندي حيت هذه محسوبة على المحل انا نعطيك كادو والله نعطيها لك الثانية نعطيها لك كادو 100 درهم شحال 100 درهم ما هي ما لا تسمح لا 100 درهم على هاد الخدمة هادي راه ثلاثة الناس هما خدامين فيها ونص ساعة وانت جالسة عروسه وما احسن من العروسه هذو ما لا ما تستاهلش تكون عروسه الدريه غزاله وانت كطيح شوف لا تخرج عليك بغيتي تكوني بخير فرقات خيتي يعني. والله الا هذه تخرج عليك واش دابا السيده كتقول لك عروسه على مال هذا العرايس خصك منها راه تدخلي تصوري وانت اللي خرجتي عليها شوف شوف اختي شوف دابا تخلصي 100 درهم خليها جيب بوحدك بلا بيها وشوف شنو غندير لك انت خذ من عندها خذ اعطيها 80 درهم خذ انا 20 درهم على حسابي خذ عندها 80 درهم وصافي لا لا 20 درهم شوف 20 درهم حيت بنتي لي طالبه وبنتي لي على باب الله قلت السيده خدامه ما خداماش شوميره واش خدامه ولا ما خدامه شوميره 60 درهم والله ما نحيدها لك والله اجي اخويا سمح لنا اجي اخويا الله يحفظك شوف شوف واش هاد السيده شو كيطلعت تبارك الله ياك مزيانه ولا لا شوف انت كي دايره وشويه كي خرجات دايره احسن منك مالك كي دايره واش شتي هو دابا انت كتخسري الهضره يا واحد تقول كي دايره احسن منك واش انا نهضروا بالواقع واش دابا واش دابا دخلت عليك بالله شو كي ضحك هنا كنا شطو هنا كي معبسه شتي بعدا كان شتي غنقول لك واحد الحاجه شتي غنقول لك واحد الحاجه واش بغيتي نبدلوا التصاور غاتبدلوا بالزمن غاتبدل التصاور ماشي غاتبدل لي التصاور انت بالزمن غاتبدل لي التصاور واش تقول لي واش غنبدل التصاور شنو دير انا راجع خمسة دقائق وانا راجع سيري قلت يا اختي لي لا ما تعصبي هانتي سمحي لنا على التعطيله هذه انا صيفتهم لك بواحد الطريقه اللي انت غتختاري فيهم لو فون اللي بغيتي شتي دابا انت غديري لو فون اللي بغيتي دابا واش درتي دابا انت في راه غير التصاور اللي عطيتيني في الاول شديت مقطع شي ياك دابا انت ما عجبكش لو فون ديال التصويره واش كتفلى عليا واش دابا هاد التصاور هادو واش هاد التصاور دابا دخلت عليك والله اختي واش دابا نهار كله وانا مسالي لك ونهار كله وانت كتسطعي فيا شتي ساهل حيت انا مقبيله وانا مسالي خلصها وغنقطعها يلا لا ما تقطعهاش لا لا سمح لي واش غضربي لها مجهود ديال ساعه وانا كنضرب فيها وحشومه عليك والله الا حط لا 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 وحشومه ولا لا الجا ما كيتقطعش اختي وحشومه بدل لي انا خاله بحالك واش انا سميره سميرة توفيق وانت تضحكي على سميرة توفيق دابا انا نعاود لك التصويره فين بغيتي الخالة يلا قولي فين ديرها والله تنعاودها لك يلا فين بغيتي الخالة ما بقيتش باغي نصور انا صافي لا وسمحي لي سينو نخلي هذه غنحطهم في هذا شي وضربي لي المجهود ديالي اعطيني لا كارت ناسيونال هاديها والله ما نهضر معاك
اعطيني لاكارت تيكون عندك. ورا ندير كاع معاك واحد الحاجه تخشيت شتي ندير معاك واحد الحاجه كاع ما ناخذ لا لاكارت لا والو. ها انت خذي ونتاخذي الفيزا هادشي ديما كنتصور عندكم. شوف 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 ما خصكش انا بلا ما تهضر معايا. سمعتي شتك زربتي عليا دابا ما تهضرش معايا. انت ما تهضرش معايا شتك زربتي عليا راه تخلصي شنو غتخلصي. انا باش تصور لا لا غادي والله ما غنخلص لك والله والله ما غنخلص. ما تحلش بالله ما تحلش بالله تقول لي غتخلصي والله ما غنخلص وعيط للبوليس. شتي دابا دابا نستنى البوليس وعيط للبوليس. دابا انت بغيتي تاخذي الفيزا انتيا شتي انتيا تاخذي الفيزا والله الا شتيها بالله على بهذا التصرف هذا. شوف غنقول لك واحد الحاجه شوف انا عيط لك انا عيط لك على الباترون وتفاهمي معاه الله يرحم باك. شوف انا عيط لك على الباترون شوف 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 ايوب شوف 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 يقدر ما يحسبك والو. اسمعيني انا كنهضر معاك بالعقل كنهضر معاك بالثبات. انا عيط على الباترون ما يعقلش عليك منك ليه دبر راسك غتخلصي غتخلصي. لا والله ما غنجيبك انا الفيديو راه تخلصي صحه. جيب الفيديو رجيب غتخلصي صحه جيبو جوج غنخلص صحه. يلا عيط وغتبقي على كلمتك. غنبقى على كلمتي والله ما غادي نخلص. عروض غنشوف واش غتخلصي ولا لا. بحال شي تحفه درتها انا راه ضربت فيها تماره شتي هذه لا طابلو انا بقى فيا قطعتي التصوير. ايوب شكرا مش قطعتك التصوير شكرا الباترون ديالك. هادي باش هاي باش تدخل واقيلا هو عيقتي وانا راه وايجان والو انت زوينه شتي انت والله الا احسن من التصويره هذه. هذا المختبر اكتشفت المعنى الحقيقي للصوره شحال هاد الناس امناء على باش تكون عندنا صورتنا زوينه وتخرج هكا. كاين عائلات اللي ما يقدروش يبينوا راسهم الا لهاد الناس وهاد الناس قد الثقه. كنقول لهم كلهم برافو عليكم. كنتمنى نكون ضيف خفيف عليكم وكذلك كنتمنى من الناس اللي شاركوا معنا ما يتقلقوش مني راه كنحماق عليكم.